بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حيثما تقبلت حيثما تنسيت حو بودي باله لكم وحوات قدرت سلام كبتو من رب العالمين بسلام تنحونا إن شاء الله وبسلام مطاكم دي بالله حلقة الله يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم يعني دي بموضوعناي أمرناي رب العالمين دي بنتهاج عنا، لأن الله سبحانه وتعالى بينا خلقينا ورزقينا وكمان قمشك إن حمل يتركينا، وإلا أنك هو قلنا أمرنتو الله سبحانه وتعالى كمسر خلقينا وكمسر رزقينا، ومن إلا ما وحا كمان قل السألناتو ندخل قينا وندرس قينا عبث وهمل يأدمو منيناني الله سبحانه وتعالى خلقينا ورزقينا حتى كهم اللي خلقت بدليل آمرناها دليل سمعي وعقلي، وكمان لرزق الله سبحانه وتعالى رزقينا بدليل ناي سمع وبدليل ناي عقل بو كمان أدي دليل ناي يا سؤال همل يتركينا لم يتركنا حملا، لكن رسل أكاقنا وأنبياء أكاقنا ولو أنبياء وحي مطأونا وإلهم أنبياء حنا نتبعهم وهتهم اللي بيلو ديبنا حجته وطاعتهم واجبته، وحنا مسلمين كلنا أمرام حنا ديب إلي بداية سورة ثلاثة ميتا ديبنا لتلخصها وحرمين لتفرع منن ومبدح منن من ربك وما دينك ومن نبيك إلا أنت. أدي لنا يعقر كلنا نأمر يعني بعقل نتمتع ويعني والحيوانات كمان تبلع وستة وتنبر كمسلينا، وقل له كل حكمة من رب العالمين بدي بو رب العالمين قال قدام سخريو، فإلا كل ما حثنا يعني بعثنا يعني عبث وما حد كده مشاكل يقول له يعني قمش يتخلقها، لأنه الله سبحانه وتعالى واجب وديبنا حقوق وتأقلنا إلا كفن راعيا وكفن باتر ديبا وكفن أستفيد منا وكفى ديب عباينا وعلا وكفى مجتمعنا موجهبا وكفى روحتنا موجهبا وكفى إقل آخرتنا وإقل الدنيانا نأستثمرا ونأستقلا ونأستفيد منا. عشان كده الله سبحانه وتعالى قمشي خلقينا وأدلت بأمتعنهان للدليل منا كتاب ومنا سنة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لبيليو بحكمته وبتزكيته وكتاب، والله سبحانه وتعالى بيلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني لم أنبياء بلمت أونا للأوق ولم أنبياء رضوان الله يعني صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام، يعني أمت كائن رب العالمين نبي الأكاديبة حجتك قلت أكاديبة وأقول لا أفهمها الله سبحانه وتعالى لا أمتها وخلقيا وحق رزقيا كمان قمشي أدمى من النار نبل أكاقلا ورسول أكاقلا قل كفت نبر وكفت عبد ربيها وكفت قبي منبروها إلا قل فسل إقلا وبآيات أمتعي قلنا وبدليلنا يسمع لذن سمع وبدليلنا عقل كمان رب العالمين أمتعي قلنا، واللي هنا كله حجته قل رب العالمين قلنا عبده ومرداته دي بقل نشقي الله سبحانه وتعالى لبل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما.
لا يمكن أن نعبد الله بما ير... لا لا يمكن أن نعبد الله إلا بما يرضاه، إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني الله سبحانه وتعالى قال نعبد حدينا من قبي كفوت نعبدو، يعني بمرادنا وباجتهادنا كما لحدينا وكما لفتينا عند اختيارنا عند اتماثلنا ينعبدون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كم مهتو ولو وجهنا وكم انبياء عندما تعو عليهم الصلاة والسلام توم لبيلونا امدد بينا قلنا وتوم بينوا قلنا يعني فتنا يا رب العالمين ومرضاتنا يا رب العالمين وقربتنا يا رب العالمين وبشارتنا يا رب العالمين وخلقنا يا رب العالمين وانذارنا يا رب العالمين وبشرتنا يا رب العالمين توم ما تأونا بالانبياء هنا قلوب نتبع لأن رب العالمين مبشرين لك يوم ومنذرين بشرونا بجنة وبخير وبعفو وبتوبة وبتقوة وبصلاح وبرزق وبكل شيء سسنيت أرأونا لهم الأنبياء وإنذار هو بنا كمان إنذار هي إنذار هي يعني ما تنقاق تنقاق دقاقو حسابكم ودو يا احذر انذر يعني إنسان يعني لا عذر لمن انذر كمان الوقت يعني انت انذار بكبيره كمان قبي او كمان دي مؤسسات دي بشركات دي مدرسات دي بقرر لشقه نفر والله فلان انذار هبو انذار او مكتوب هبو او انذار شافه يبقى افتها قوي بيلو يا فلان يعني انت اني تيدك اني تفعل بيلو معناها اللي انذارته كما يا انت من لو حر لسان علي تتقمى من لو حر كالي تيدي تنقق دقق حساب كود مكرناك ارئيناك وجهناك أدل لمرت العافيناك سامحناك قبير إيناك دقق إفالو قسي إلا يتنفعك إلا قبير إلا تباطو إلا صلاة مستقيم بلاتو ولا جهنم بلاتو ولا عمل صالح ليت للبلونة أنبياء. بارك الله يعني على من استفاد من هذه الأشياء من الأشياء إن شاء الله نستفيد رضوان الله يعني صلى عليه الصلاة والسلام الأنبياء لما تعونا بحنا ألقنا التابع بنا وبقى بيتهم لبيلونا أقن نعبدوك الرب العالمين وقن نخشيو وقلنا فتيو وقلنا فرهو بنا الله سبحانه وتعالى لبل إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا لدي بسورة الزمن الله سبحانه وتعالى لأكن أقلكم نبي ورسول كمسل دي فرعون رسول لأكنا الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى لأك دي فرعون وفرعون كفى عسى وكفى الجبرة وكفى الطغى وكفى أنا ربكم الأعلى بيلا قصتنا يا فرعون لتبع يعني مثل سيدنا موسى عباية وبالحتة وبوقتها إن شاء الله رب العالمين وكتبه أنا من قبل عمر قدام قلتها قد يبقى قدر ودي بيوتوبات للأتي كلا سامع من قدام لا يوتوبات للأتو قصة موسى كتبكم من قبل قصة فرعون سمعكم وبيكم ممكن سامعة ممكن قرأة واللي هنا الله سبحانه وتعالى حجتنا أنتو دي بنو دي أدي لأنه دي بالزمن اللي أنا يركبكو ويسمعكو ويرئيكو عند بيلا بجهل يعني لتعذر إنسان ألبوني حقوما مميز قبقى ومكلف قبقى وحقو أمر قبقى لتنفعو لدرر الأمر تم أمور الدينو لتنفعو وقلوه وقل ولاده وقل عده وقل مجتمعه وقل أمته وقل دينه وقل أمر واجب ديبوته وكم سلوا الله سبحانه وتعالى لنا يعني لحق لمن نستفيد من الآيات الله وكفو ديبا كان نوع الله وكفو كمان لطاعت وجب ديبنا ولطاعت كمان كفوت لازمنا بالله ما هيني الله سبحانه وتعالى دليل من عبق نايسمع عم طاقنا ودليلنا عقل عم طاقنا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله سبحانه وتعالى لبل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إلا آيات إلا دي بسورة آل عمران تتركب آيات يعني امتثال
وطاعتنا يا رسول صلى الله عليه وسلم كم سل واجبنات ولزمنا الله سبحانه وتعالى الأمرنا له أطيعوا البلانا له أنتم يا مؤمنين يا مسلمين إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتعسوا أطيعوا الرسول والرسول أطيعكم من قبي رحمة الله تقلكم وكمان الله سبحانه وتعالى بيدينا سارعوا شفقوا سعوا ردوا سعي سعي ينبل سارعوا إلى مغفرة من ربكم إن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى قلي وقلكم رب مغفرة لها بنا وتوبة لها بنا وعمل صالح لها بنا يا رب العالمين حسن خاتمة بلا أختم قلنا وعمل صالح لها بنا وتوبة دي بالدنيا وحسن خاتمة وإن شاء الله دي بدينا لسبتنا مقلب القلوب يا ربي ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.